نفسها كده لما جالك فاتوره الكهرباء؟ صدمه. ما عايز تعمل ايه؟ حاسبن اقول حسبي الله ونعم الوكيل. نفسها كده لما جالك فاتوره الكهرباء؟ بصراحه ببقى عايز اولع فيهم. اخر فاتوره الكهرباء جت لك كام؟ 170 جنيه. من كام اصلا؟ من كام كنت بدفع متوسط كام؟ 60 جنيه. شكرا جدا. بصراحه احساسي بيجيلي اكتئاب نفسي لان بتبقى غاليه. هي كانت بتجيلك كام او بتجيلك كام دلوقتي؟ يعني مثلا كانت بتجيلي مثلا 40 جنيه بتاع كده، دلوقتي بتجيلي مثلا 70. شوف احساسك ايه لما بيجيلك فاتوره الكهرباء دلوقتي؟ بكون مخضوض. ليه بتجيلك كام؟ يعني بتجي فوق ال 70. احساسك ايه لما بتكون جايلك بتاع الكهرباء عايز يحصل منك فاتوره الكهرباء؟ والله ساعات بياخد 200، ساعات بياخد 300 كده، يعني مش كل الشهور يعني. ببقى طبعا متضايق طبعا، بس هنعمل ايه بقى؟ شكرا. عامل ازاي؟ بس يعمل كده هو ده احساسي. هي بتجي لك كام؟ والله مش انا اللي بدفع، بس هو اللي بيدفع يعني. هو بيكون عامل ازاي لما بيكون جايب بتاع الكهرباء؟ ايوه ما بيدفعش، يخليني انا اللي ادفع. سيادتك بيكون عامل ازاي لما بيجي لك فاتوره الكهرباء؟ بتضايق طبعا، بتضايق وبتيجي غاليه والعمليه بايظه وكده يعني. شكرا جدا. العفو. احساس بايه؟ احساس بالعجز. لما الكهرباء بتقطع على طول. شكرا جدا ليك. الاحساس كده لما بتجيلك بتفاجئ طبعا. بتجيلك غاليه يعني ولا بتجيلك رخيصه؟ يعني بتيجي ايام غاليه، بتيجي اشهر رخيصه، مش كله يعني. بس الاحساس بيكون ايه بالظبط؟ بتصدم لما يكون غالي. الاحساس كده لما يكون جالك الحصل بتاع الكهرباء. المفروض ان احنا ندفع فلوس؟ احساسك بقى. احساسي ما يعني كان استهلكت المفروض ادفع، بس المفروض انها ما تبقاش عاليه. فاتوره الكهرباء؟ بتكون عامل ازاي؟ احساسك عامل ازاي؟ انا اساسا مش قاعد في البيت، عشان كده فاتوره الكهرباء بتجيلي رخيصه. شكرا جدا ليك.